حاجة يلا نبع عشان نخلص is red stain blood or not. ما تشوفش عايزة اعرف النقطة الحمراء دي دم ولا مش دم. ما جايز يكون مثلا كاتشب، جايز يكون مثلا عصير طماطم، جايز يكون مش عارفة شربات ورد ولا يعني ها جايز يكون كروم يعني. فانا عايزة اتأكد البقعة دي دم ولا مش دم. بعد ما اعرف انها دم، طب ده دم بني ادم ولا حيوان؟ بعد ما اعرف انه ده دم بني ادم، هل belong to any person، اي شخص هو اللي صاحب الدم ده؟ الراس فين بعد الشنطة اللي صاحب كام ده؟ 30. طيب نبتدي نسأل بقى أول سؤال is red stain blood or not. دي أول سؤال عندنا، عايز أعرف ده دم ولا لا. أعرف منين بقى؟ قالك والله في حاجات بدائية ومش متأكدة منها اسمها preliminary test، وفي حاجات بحلف بالله العظيم إن ده دم confirmatory test. preliminary test it is good negative and not positive. لأنها اعتمدت على انزيم في الدم اسمه اوكسيديز انزيم. ايه البريليمينري تست؟ ثلاثة تست، حاجة اسمها جواياكم تست، حاجة اسمها سانديدين تست، حاجة اسمها فينول فيتالين تست. فينول فيتالين تست او بنسميها كاتل مير تست. يبقى انا عندي ثلاثة تست بس مش مضمونين. يعني ايه الثلاثة تست دول؟ يقبل اكسكلود ان ده دم، يقولك ده مش دم، ولكن هل يحلف ان ده دم؟ لا ما يقدرش يحلف. ازاي؟ انه بيدور على الانزيم اللي موجود في الدم اللي يسمى اوكسيديز. ازاي بقى؟ ان انا بجيب الريجنت بتاعت كل تست، كل واحد ليه الريجنت معين. خلاص؟ طب الريجنت دي لو انا حطيت عليها البقعة اللي انا شاكة ان فيها دم، لو هي دم فعلا يبقى لازم فيها اوكسيديز انزيم، واجي احط ال H2O2 ال H2O2 دي اوكسجين دونر، بدي انا بعمل بهيئ جو الاوكسيديشن. لو حصل ان الريجنت اللي موجود ده اتغير لونه اقول بس يبقى الريجنت حصل له اوكسيديشن، بس يبقى البلاد كان فيه اوكسيديز انزيم او النقطه دي كان فيها اوكسيديز انزيم النقطه دي. ها فمعنى ان فيها اوكسيديز انزيم اقول يعني احتمال يكون دم. لكن لو ما كانش فيه اوكسيديز انزيم وما تغيرش لونه او ده اكيد مش دم. فعشان كده تقول جود نيجاتيف اند نوت بوزيتيف، ينفي يقول لك ده مش دم. ولكن هل يحلف ان ده دم؟ لا ما يحلفش. ليه؟ لان الناس قالت لي على فكره مش الدم بس اللي فيه الاوكسيديز، ده ممكن في بعض من العصائر الفواكه بيبقى فيها اوكسيديز انزيم. ده على فكره في بعض من نقول مثلا انواع الصبغات الدوي، بعض من الصبغات بيبقى فيها اوكسيديز، فده ما ياكدش ان ده دم. خلاص؟ لكن عدم وجوده، عدم تغيير اللون يؤكد ان ما حصلوش اوكسيديشن، يبقى يؤكد ان ما كانش فيه في النقطه دي اوكسيديز انزيم. خلاص فاهمين يا ولاد؟ طب الجواياكم بالجي هيتغير لونه للجي جرين، البنديدين بالبي هيتغير لونه للبي بلو، الفينول فيتالين بالبي الثقيله هتتغير لونه البينك كلر. يعني ايه هو ده؟ انا بشوف الاوكسيديشن ازاي؟ بشوف الاوكسيديشن بتغيير اللون. يعني انا عندي جواياكم ساعه ما بجيب الريجنت، بجيب الريجنت مثلا لونها براون، احط عليها النقطه الحمراء دي اتقلبت وبقت جرين، اقول بس يبقى الريجنت عندي حصل له اوكسيديشن. يعني ايه حصل له اوكسيديشن؟ يبقى النقطه اللي عندي دي كان فيها اوكسيديشن. خلاص؟ بس هل النقطه دي احلف انها ده؟ لا مش مضمونه، ما دام انها موجوده في حادثتك عشان كده بنقول دي ايه؟ بريليمينري. تعالي بقى للكونفيرماتوري. لا والله العظيم ده دم. ازاي؟ بثلاثة تست، حاجة اسمها مايكروسكوبيكال تست، حاجة اسمها سبكتروسكوبيكال تست، حاجة اسمها مايكروكيميكال تست. هما دول الثلاثة تست اللي احلف بيهم. الثلاثة تست اللي احلف بيهم اتفقنا اسمهم ايه؟ كونفيرماتوري. طب تعالي نتكلم على التو تست
الاولانيين. مايكروسكوبيكال تست. المايكروسكوبيكال تست ده اعتمد على وجود الار بي سيز، بمعنى على وجود الفراش ستين، لازم يكون فراش بلاد. هيفيدني في ايه كمان؟ يطلع لي الشخص ده مان اور انيمال، الدم ده بتاع بني ادم ولا حيوان. ازاي؟ عندي ثلاثة سلايد هما دول اللي نازلين في العمل. دوريات مدورة كده وما فيهاش نيوكليوس راوندد اند نو نيوكليوس. اول ما تشوفيها طبعا لازم تقولي دي ار بي سيز. وار بي سيز بتاعت مين؟ بتاعتي اوف مان. يبقى بصي ها التست ده اعتمد على انه بيدور على الار بي سيز وشكل الار بي سيز، شيب اوف ار بي سيز. لقاها مدوره وما فيهاش نيوكليوس يبقى ده دم على طول، وكمان بتاع بني ادم. طب لقاها اوفل يبقى على طول ده بتاع مين؟ بتاع حيوان. يبقى الاوفل ار بي سيز يبقى انيمال عربي. ولكن قال لك انا عندي نوعين من الانيمال. عندك نوعين من الانيمال؟ اه. عندي نوع اسمه ماميليان. الماميليان ده زي المان اللي هو بيولد. لازم الماميليان يبقى زي المان من غير نيوكليوس. اما النون ماميليان اللي بيبيض هو ده اللي بيبقى نيوكليتد ار بي سيز. يبقى شفت المايكروسكوبيكال تست قال لي ايه؟ قال لي ان دول دم. اه والله العظيم دول ار بي سي، وكمان ده بتاع بني ادم، وكمان ده بتاع حيوان. ونوعه ايه؟ نوعه ايه؟ اتفقنا النون ماميليان اللي بيبيض البيضة اللي هو زي الفرخة الهني، تمام؟ طب ما انا عندي افتكر كده البيضة اهي بياض جواها صفار. طب ما خليتها كده خلية جواها نيوكليوس، يبقى الخلية اللي جواها النيوكليوس دي بتاعت البيضة بتاعت الفرخة. ها انا دايما اقولها كده عشان ساعة العملي لما تيجي تشوف النيوكليوس اكتب على طول دي نون مانيليا. اتلخبطتي اكتبي بتاعت هام وخلاص. الفرخة اللي هي البيضة جواها ايه؟ صفار. ادي خلية جواها النيوكليوس. اما التانية زي البني ادمين الماميليا هي اي نعم اوفل ها مختلفة عننا ولكن نون نيوكليوس. طب يبقى كده مايكروسكوبيكال تست كتر خير وما عرفني بس بحاله فراش بلاد. طب ادخلي لي بقى على الاستاتيوسكوب. الاستاتيوسكوب ده برضو وظيفته ان يعرفني ده دم ولا لا، مش كده؟ بس المره دي اعتمد على هيموجلوبين اند هيموجلوبين رادر مش على الار بي سي، يعني ده يمشي في الدراي ستي بقى، تمام؟ تاني حاجة اهي بالاسف اهي بيشخط لي وجود السموم، يشخط لي ان الدم بتاعك كمان فيه سم، الدم بتاعك فيه بايسر. انت متسممة بالكربون مونوكسايد، متسممة بالنيترايت، النيترايت تعمل دم صبي اسمه ماتي هيموجلوبين، دم بني اسمه ماتي هيموجلوبين، خلاص؟ طب تعالي ايه حكاية الاسبكتروسكوب؟ انت عليكي طبعا البلاد غير كل سنة، البلاد عندك الشخص الوحيد اللي مضغوط، فمش عليكي بالتفصيل زي سنين اللي فاتت. فهديكي فكرة على قد اللي مكتوب في الكتاب، خلاص؟ لغاية ما طبعا لو نزل ام سي كيو في حاجة جديدة، بس هو انا ما هلتزم بالكتاب وحتى مش بالمحاضرات، الكتاب المكتوب عندي هجيب منه، مش هجيب حتى لو في زيادة او شيء، خلاص؟ فاحنا خلينا طبعا كده لغاية الكتاب الاسبكتروسكوب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جهاز زي ايه؟ زي تلسكوب كده، خلاص؟ صغير كده زي مايك، اوكي؟ الجهاز ده جواه بريزم بيحلل الضوء، يعني ادي الشمس اهي. انا لما اجي ابص كده على الشمس يحصل ايه؟ بشوف جوه ايه؟ بشوف الشمس اتحللت للاضواء بتاعتها، ريد اورنج جرين، الوان الصيف كلها. فاللي انا بشوفه بيبقى سكرين كده، تمام؟ بشوف كل الوان الصيف قدامي هي متقسمه لاينز كده، وابص الاقي بيبقى شكل جميل قوي، ده لون احمر، ده لون مش عارفه ايه. احنا اللي يهمنا اللون الاصفر، المنطقه اللي بتقع ما بين اللاين دي احنا مقسمينها، ده لاين A، ده لاين B، ده لاين C كده. احنا اللي يهمنا المنطقه اللي في النص دي اللي بين ال D وال E لاين. ال D وال E لاين دي المنطقه الصفر، هي دي اللي بيحصل فيها التغير. خلاص؟ يحصل فيها تغير ايه؟ انا دلوقتي ماسكه الفاكسكوب وادي الشمس اهو، عندي زرار كده اقعد اظبطه لغايه ما تظهر لي الشاشه دي، الالوان دي. يبقى انا ظبطت البريزم بتاعي وحللت الضوء صح، وعندي الوان باينه. حلو كده؟ طيب انا دلوقتي هجيب بقى الانبوبه
في أنبوبة عندي أنا ما أعرفش هي دم ولا لا، هما جايبينهالي بيقولوا لي ما تشوف لنا الأنبوبة دي فيها إيه، دي عصير طماطم ولا فيها دم. فأنا جايبة الأنبوبة دي سي تمام، هعمل إيه؟ أجي جهاز وادي الشمس هقوم مدخلة الأنبوبة ما بيني بين إيه؟ بين الشمس والأنبوبة مش كده؟ متعلمين من فيزيكس إن في ريز هتعدي وفي ريز هتنطق وفي ريز ها في ريز اطلاع ريفلكشن وفي ريز اطلاع ريفراكشن وفي ريز اطلاع ابزوربشن اكوردنج لايه؟ للويف لانث بتاع السائل اللي جوه خلاص. طيب احنا عندنا بقى الدم الهيموجلوبين دريفيتيف ليه ويف لانث معين، يعني ايه الاوكسي هيموجلوبين ليه ويف لانث معين، طب الكاربوكسي هيموجلوبين ليه ويف لانث معين، طب النكس هيموجلوبين ليه ويف لانث معين. فانا بعرف الانبوبه دي فيها ايه بالظبط من المنظر اللي هيطلعني على الشاشه. يطلعني على الشاشه ايه؟ يطلع لي تو بلاك بيلت، عمودين سود بين الدي والاي لاين، بنسميهم تو ابزوربشن بيلت، في عمودين سود يطلعوا لي بين الدي والاي لاين. المكانين السود دول اول ما اشوفهم اقول بس يبقى الانبوبه بتاعتي فيها اوكسي هيموجلوبين، لان انا عارفه ان الاكسي موجب من الويف لينث بتاعها كذا وبيحصل ابزوربشن كذا، يديني المنطقتين دول سود ما يبانش فيهم اللون خلاص. طب لو كاربوكسي قالك يديكي نفس العمودين بس شفت تو ذا اي لاين شكلهم مختلف. طب لو مش عارفه ماتي موجب ما يديكيش العمودين السود، لا يديك كل المنطقه دي تبقى سودة. ها انتوا مش عليكم، انتوا مش عليكم السنه دي تعرف ده بيدي ايه وده بيدي ايه، السنه فاكر كل حاجه بتدي ايه. انت السنه دي مجرد تعرفي ان التغير بين الدي والاي لاين، التغير بين الدي والاي لاين اللي هي المنطقه اليالو سبيكترم، لو شفتي فيها خطوط سودا او عندان سودا بنسميها ايه دي الابزوربشن بالانس، تتاكدي ان الانبوبه دي فيها هيموجلوبين. هيموجلوبين اي هيموجلوبين دريفيتيف بقى، اوكسي ولا كاربوكسي ولا نوعها ايه بالظبط. كاربوكسي يعني استنى بالكربون مونوكسيد، يمكن هنقولها في الكربون مونوكسيد ان انا بشخص الكربون مونوكسيد بوايزنج بالسبكتروسكوب. طب اللي عنده نايترايد بوايزنج استنى بالنايترايد بشخصها بالسبكتروسكوب، اللي بيجي مات اسمها مات هيموجلوبين. بتعرفي انها مات هيموجلوبين ليه؟ عشان ببص على الدي والاي لاين تديني عندها شكلها غريب انا حافظاها. فاهمين يا مام؟ يبقى معنى كده بالسبكتروسكوب قال لي ان ده دم، الانبوبه دي دم، ما تقوليليش فيها كاتشب، لا ده دم، ده فيها هيموجلوبين دريفيتيف. وكمان قال لي ان هيموجلوبين شابك في ايه؟ يعني ايه؟ سيل دايجنوزيس اوف بوينتنج. طب اهمهم بقى على الاغلاق طبعا او اللي بيجي كتير طبعا المايكرو كيميكال بس، وده هيجي في العملي هنعلم عليه طبعا. المايكرو كيميكال عباره عن عملي برضه ونظري. طيب ايه المايكرو كيميكال تاست بقى؟ المايكرو كيميكال تاست ده تاست اعتمد على برضو الهيموجلوبين دريفيتيف، يعني هو الدرايف ثينج، هعمل كيميكال رياكشن يعني. المايكرو كيميكال تاست عندي تو تاست، حاجه اسمها تاكايانا تاست وحاجه اسمها تايشمن تاست. يبقى المايكرو كيميكال حاجه اسمها تاكايانا تاست وحاجه اسمها تايشمن تست. اتفقنا ديبند ابون ايه؟ ديبند ابون وجود الهيموجلوبين، اعتمد على وجود الهيموجلوبين والهيموجلوبين ده بتتصنع. طيب احنا اتفقنا الام بتاعه ايه؟ الام بتاعه يطلع لي ان ده دم ولا مش دم، بلاد اور نوت. طيب نمره ثلاثه قولي لي بتستخدمي ري ايجنت ايه؟ هو انا بستخدم ري ايجنت؟ اه ما انت قلتي مايكرو كيميكال، يبقى في كيميكال رياكشن تمام؟ ليه؟ احنا اتفقنا الايه بتاعي ان انا اعرف ذا بلاد اور نوت، بس قصدي على الدراي ستين، في دراي ستين بقعه على لبسي، عايزه اشوف الدراي ستين دي بلاد اور نوت، عشان احولها لفراش لازم احط عليها كيميكال رياكشن، احط عليها ري ايجنت خلاص؟ طب احط عليها الايجنت ايه؟ قالك هو الدراي بلاد ده يسيح بايه؟ يدوب بايه؟ يا الالكاليز يا الاسيد، هم دول اللي يدوبوا. يبقى الريجنت ايه بقى؟ انت بتقولي تاكا 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 في واضحه هي دي الريجنت بتاعتها الالكاليز، اما التايشمنت الريجنت هي الاسيد.
يبقى التاكة اللي فيها كيس هحط عليها ريجنت الكابل. اما الثانية هي اللي حط عليها ريجنت اسيد. طب عشان في الاخر هتقولي لي البروسيجر. البروسيجر بتعملي ايه؟ بعمل بجيب السلايم واحط الريجنت اللي انت جايباه الكالي واحط بقعة الدم اللي انا مش عارفة دي دم ولا لا. بقعة الدم فيها تحضير معين كده نعملها سكراتشين كده ونقعد نسفتها كده تبقى حتت ونحطها على السلايد ونعمل ايه؟ نسخن. بس تسخني بالراحة اوعي تغلي. مايلد هيتنج هنا نفس الكلام ري ايجنت وبلاد ومايلد هيتنج. عشان النابت هيديكي ايه؟ ايه الريزلت بتاعتك؟ الريزلت بتاعتك انت حطيتي الكالي مش كده؟ حطيتي الكالي على ايه؟ على البقعة اللي ماليش عارفة دم ولا لا. لو هي دم فعلا هتديكي ريديوس الكالاين هيماتين. هيماتين 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 دي جت منين؟ من عصير الطماطم؟ لا اكيد من الدم. يبقى الريزلت ايه؟ ريديوس الكالاين هيماتين او بنسميه اسم تاني هيمو كروموجين. كي 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 عشان لو جيت الام كيو هيمو كروموجين ده بتاع التاكا يا ما بتاع الالكالي. تاني ايش حضرتك انه ده كده ديوس الكالاين هيماتين؟ ان انا شفت تحت الميكروسكوب مع السلايد وانا بسخن شفت تحت الميكروسكوب حاجه كريستال كده عامله زي الورد فبتقول بينك كريستال اوف روزيت شيد او فادر شيد. ها بيبقى لونها في الغالبيه بينك باينه فيها الكيل ورد الاحمر ده يبقى بينك روز كريستال ارينج روز شيد او عامله زي الشجره او عامله زي فرع المريشه. ها ودي حكيتوها في العملي. يبقى مره ثانيه التاكه اللي فيه كيل بتاعت الالكالي اللي فيها كيل تطلعلي الكالاين هيماتين والبقعه دي بيعمل فيها دم. ايش عرفك ان دي كريستال اسمها الكالاين هيماتين؟ ان انا عارفه ان تحت الميكروسكوب هتديني كريستال عامله زي ايه؟ زي الورد اسمها ايه؟ بينك كريستال اوف ريدوس الكالاين او هيموكروموجين. بنسمي كريستال دي هيموكروموجين. خلاص؟ طب تعالي بقى لو اسيد نفس الكلام بس المره دي انا استخدمت اسيد. في الاخر هيطلع لي حاجه اسمها ايه بقى؟ اسيدك هيماتين. ايه ده طلع هيماتين يعني دم بس المره دي بالاسيد. اسيدك هيماتين او احيانا نقول عليه ايه؟ هيمين هيدروكلورايد عشان بنستخدم هيدروكلورايد. هيمين هيدروكلورايد انت لو في النظري كتبتي اسيدك هيماتين خلاص صح. في النظري كتبتي ريديوس الكالاين هيماتين خلاص صح. بس انا بقى يجي لك في الام سي كيو طلع لك هيموكروموجين فانت عشان ما تصنعش هيموكروموجين دي بتاعت الكي الكالاين. اما الثانيه فتحه نفسها هيمين هيدروكلورايد دي بتاعت الاسيد. خلاص ايش عرفني دي بتبان ايه بقى؟ الكريستالز اللي تحت بتبان ايه؟ بتبان رومبويد شيد. كريستالز كده عامله زي رومبيك شيد بس بيبقى لونها براون. يعني اللازمه ليها او الكاركتر ليها ان بيبقى دايما لونها براون ولكن الرومبويد شيد مش دايما بتشوفها بقى. يعني تحت الميكروسكوب ما بيبقاش براون. اللي بيظهر تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ خطوط بني كده. ها؟ عصيات بني كده. فدي طبعا في العملي كل واحد لما يجي الراوند بتاعها هيشوف ده. طبعا عندنا التكاما والتايشمنت في الاورال طبعا مشهورين جدا جدا جدا. ام اس كيو هيبقى مشهور ريتن. بص الريتن انا مش عايزه حد بقى البلوك كله مهم الصفحه دي كلها مهمه كريتن. الام اس كيو على قد اللي مكتوب غير طبعا زي ما احنا اتفقنا الاسبوع الجاي هينزل الكتاب هنبقى نبتدي بقى نحل بقى بكل شكل. طب يبقى كده خلصنا ايه؟ اول سؤال is red stain blood or not. ادخلي بقى عايزه اعرف طب انا عرفت ان ده دم قولي لي بقى ده دم بني ادم ولا دم حيوان؟ يبقى ده تاني سؤال. human or blood اظن انا لسه مجاوبه دلوقتي human or animal جاوبتها بالميكروسكوب قلت لكم لو لقيته راندد وما فيهوش نيوكليس يبقى ايه؟ human. لو لقيته اوفل يبقى ايه؟ اني. طب لو لقيته اوفل وما فيهوش نيوكليس ما مين ماميليا يعني. خلاص لو لقيته فيها نيوكليس يبقى دي الفرخه. خلاص طب نيجي هيومن اور انيمال اتفقنا مايكروسكوبيكال اهم حاجه نمبر 2 طبعا بريسابيتال تيست. فاكرين بريسابيتال تيست معناته ايدنتيفيكيشن علم عليه طبعا
بيجي كان نظري كتير جدا 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 جيب الاكام انتري تابلتن تاست اخذناه في البون بس قلناه كده كروتة في البون ان هم هنقول بالتفصيل في البلاد ما في البون مش مكتوب حاجة مكتوب بس مجرد صدر اخذناه فهو الاساسي بتاع البلاد طب ايه البري تابلتن تاست بقى البري تابلتن تاست اول ما يجيلك نفتكر كده اول حاجة تقول لي البرنسبل بتاعه ايه اعتمد على ايه دي اول حاجة الايم بتاعه ايه ازاي هتحضري للانتي ازاي هتحضري الانتي بطل هتقولي لي البروسيجر بتاعه ايه اشتغل ازاي والطرق بتاعته اللي بتستخدميها الماسوس ايه دي الحاجات الاساسية بتاعت البرنسبل بتاعه طب عشان ايه اول حاجة برينسيبل اعتمد على وجود البي البروتين اعتمد على وجود البروتين فين في المادة اللي انت جايباها سواء دم سواء سيمن سواء بون يبقى اعتمد على وجود البروتين it is antigen antibody reaction هيعمل عملية precipitation بمعنى انك هتحطي الانتيجين الانتيجين اللي ما تشيش عارفين unknown على الانتيبودي اللي انت مفروض عارفين انتي هيومن لو اتعرفوا على بعض وحصل بريسيبيتيشن يبقى ده انتيجين بني ادم بمعنى ان هدفه ان يقول لك ده حيوان ولا بني ادم هيومن اور انيمال بروتين بصي الكلمه بروتين انا ما اقولش انيمال اور هيومن بون انا ما اقولش انيمال اور هيومن بلاد هو ما يقدرش يرد يقول لك ان ده دم لا هو يقول لك الحاجة دي بتاع البني ادم الحاجة دي ايه يا ابني لا معرفش بلاد ولا بون ولا دينا انا اعرف ان دي بروتينات بني ادم بس دي بروتينات لكن ايه نوعه لا فدي طبعا ممكن تيجي ام سي كيو بسهولة ان البريتابت اللي يقول لك ده بلاد اور نوت بون اور نوت لا هو يقول لك هيومن اور انيمال بروتين ده الحين بتاعي خلاص طب نيجي بقى ازاي تحضري ازاي تحضري التاست وازاي عليكي البروسيجر ازاي طيب نخلص من الماتز عشان الماتز ما فيهاش حاجه حاجه اسمها ماكرو بريسيبيتن حاجه اسمها مايكرو بريسيبيتن حاجه اسمها جل ديفيوجن تكنيك يبقى الماتز اللي احنا بنستخدمها يا نمره واحد يا اتنين يا تلاته ماكرو بريسيبيتن او مايكرو بريسيبيتن او جل ديفيوجن تكنيك طب يعني ايه ماكرو يعني كبير يعني هجيب تست تشوب كبيره اصل الدم ده هنجيب وفره عشان كده انا مش همالي هجيب تست تشوب كبيره مايكرو يعني صغير هجيب تست تشوب صغننه عامله زي الكابيلاري تشوب رفيعه قوي اصل انا يا دوبك عندي نقطه دم كده خايفه عليهم لازم اجيب تست تشوب صغننه ده الفيوجن تكنيك هجيب اجار هجيب اطفال تكنيك خلاص زي المايكروبيولوجي اللي هو الاطفال اللي بيبقى فيها بالظبط خلاص تمام يبقى عندي يا مايكرو بريسبتن استخدمها تست تشوب كبيره يا اما مايكرو تست تشوب صغننه زي الكابيلاري تشوب يا اما الاطفال الجد فيوجن تكنيك خلاص طب يبقى كده خلصنا الثلاث عندنا دول بقى نيجي بقى ازاي نشتغل على التاست ده او نعمله ازاي هحضر الانتيجين ازاي وهعمل الانتيبودي ازاي طب الانتيجين هو ده الانون اللي جاي انا ماليش عارفه ده انتيجين ايه مش نازل ايه ولا حاجه الانتيبودي لا ده نون هحضره انتي هيومن سيرم انتي هيومن انتيبودي يعني اجيبه منين هجيب ارنب احقنه ببروتينات بني ادم يرد عليا معترض بالانتي بودي بتاع البني ادم يبقى انا كده جبت ايه انتي هيومن انتي بودي جبته منين من الارنب قال لك جبتيه من الارنب بس اقفي بقى لازم تحضريه عدل احضره عدل يعني ايه مش فاهمه الكلمه دي تحضريه عدل يعني تخليه اي بي سي دي يعني اخليه A B C دي ده طريق تحضير تخليه average واقف في النص تخليه بوتن تخليه قوي جدا تخليه clear تخليه diluted هو ده تحضير الانتي بودي ما ينجحش غير لو بتخليه A B C D
يعني ايه؟ انا كمان حابه هقولك ان انا هحط الانتيجين على الانتي بودي ونشوف النتيجه، تمام؟ عشان اشوف النتيجه انت هتشوفي ايه؟ انا في الاخر هشوف رينج رينج اوف بريسيبيتيشن كده. طب انت جايبه ليه كلمه كلير؟ جايبه كلمه كلير لان ما ينفعش تجيبي انتي بودي من الاول في شوائب، في شوائب كتير. لو في شوائب كتير هل انت هتشوفي الرينج اوف بريسيبيتيشن؟ مش هتشوفيها عادي، ففي الاخر هتقولي فين ده؟ فين البريسيبيتيشن اللي حصل؟ انا مش شايفه، ده عباره عن شايفه كل الدنيا كلاودي. فلو سمحت جيب الحاجه نظيفه، جيب الانتي بودي يكون زي الفل، يكون بيور، عشان كده نقول لازم يبقى كلير عشان تشوف البريسيبيتيشن اللي هيحصل كمان ربع ساعه. خلاص؟ طب كلمه بوتن لازم يبقى سترونج. الانتي بودي بنحضره بطرق معينه بحيث الكميه منه نقول احيانا ايه ال 0.1 مللي قابل انه يعمل بريسيبيتيشن ل 2 سي سي انتيجين. بصي كميته قد كده بس قادر انه يرطب ويعمل بريسيبيتيشن بكميه انتيجين رهيبه، يبقى لازم يبقى عنده القدره للترطيب عاليه بريسيبيتيشن. خلاص؟ طيب كلمه افريج، افريج يعني ايه؟ نيوترال. لا هو ناحيه الالكالاين سايد ولا ناحيه الاسيتك سايد. ليه؟ تو بريفنت بريسيبيتيشن باي بي اتش تشينجز. منها دي ونا يعني ايه بريفنت بريسيبيتيشن؟ يعني انا لما يحصل لي بريسيبيتيشن كده يجي واحد يطلع يقول لك ايه ده حصل بريسيبيتيشن عشان هو الكالاين عشان هو انسيدك والميديم بتاعنا يعني انا بمنع النقاش في حته البي اتش، اقول له ما تتكلمش على الالكالي والاسيد انا محضراني يوتشر. طب لازم اخليه دايليوتد، اخففه قوي 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 قوي. تو بي سبيسيفيك يعني ايه؟ تو بي سبيسيفيك برفع درجة حساسيته السنسيتيفيتي بتاعته. يعني ايه؟ قالوا لي لو هو مش سبيسيفيك مش هو دايليوتد معنى كده هو انت الانتي بودي بتاعك ده المفروض دراسه مين؟ قلت لهم الانتيجين بتاع البني ادم. قال لي تخيلي لقيناه انه غبي بيرطب كمان الانتيجين بتاع الاناظر ماميليان اللي شكلنا في ماميليان قريبين مننا اللي احنا بنشتغل عليهم التجارب بالاكسبيرمنت الارنب والجينيا بيج دول الحاجات دي قريبين مننا جدا. فمعنى كده الانتي بودي ممكن يرصد حاجات انيمال ثانيه قريبه مننا. قلنا لا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نعمل بريسبتيشن لمين؟ يعني بريسبتيشن للهيومن اونلي. طب انا اعمل ايه؟ افضل اخففه واقعد اعمل بعض التجربه اصلا طويله، اقعد اجرب مع الانيمال هل استجاب للانيمال؟ لسه بيستجيب. استجاب للانيمال لسه. اول ما يرفض اي انيمال يبقى كده حساس قوي. يعني ايه حساس قوي؟ ما يستجيبش غير البني ادمين بس، يبقى كده اشتغل بيه. كده انا رفعت درجه السنسيتيفيتي بتاعته ان انا عملت له دايليوشن بحيث انه ما يتعرضش على اي حد غير الهيومن بتاعه. فعشان كده بقول بمنع حاجه اسمها انذر جروب رياكشن، بمنع انه يعمل بريسيبيتيشن مع الانذر جروب، الانذر اللي هم انيمالز اوف ذا سيم جروب. خلاص؟ طب تعالي بقى في الانتيجين. لا تعترضش، في ناس تقول لك بتعترض، لا ما تعترضش، درجة حساسيته ما تعترضش، بالعكس دي درجة حساسيته عالية، ده يدل البوتل بتكلم على الكمية، كميته الصغننة قادرة إنها تعمل بريسبشن بكمية كبيرة أنش. الثانية بتكلم على الكواليتي، الكواليتي بتاعه ما يردش غير عليك أنت بس، أما الأنيمالز التانيين لا، خلاص؟ فما بيعترضوش مع بعض، خلاص؟ تعالي بقى الانتيجين نفس الكلام، تحضير الانتيجين لازم الاي والبي والسي والدي نفس الكلام. انك بتجيبي الانون ستريت الانون ستين اللي انا مش عارفه دي ايه بالظبط، دي دم ولا مش دم، مثلا في انها على هدومي بنقعها كده في طبق في صلاين لغايه بالليل لغايه الصبح. يعني اجي الصبح اخد المنقوع بتاعها ده واشتغل عليه، هو ده الانتيجين. انا بدور على البروتينات اللي نزلت هنا، البروتينات بتاعت الدم اللي نزلت هنا، اجي اخدها واشتغل عليها. يبقى بشتغل على الايه؟ منقوع الصلاين ده اللي فيه جواه ايه؟ بروتينات بني ادم او حيوان، مش عارفه بروتينات مين. خلاص؟ نفس الكلام برضه بعمل ايه؟ بي سي دي. طب تعالي شوفي بقى الشغل وانت هتفهمي اكتر. بروتيجر بنعمل ايه؟ بنجيب انبوبه من الاثنين، الانتيجين ده انا مش عارفه انبوبه الانتيجين دي بروتينات ولا حيوان، فبجيب انبوبه كده احط فيها الانون انتيجين اللي هو المنقوع بتاع الصلاين.
اوكي طيب اجيب انبوبه جنبها اخد يعني اقسم الانتيجين الصناعي ده اقسمه على كذا انبوبه ادي انبوبه واحد واثنين وثلاثه مثلا كل ده في انون انتيجين اوكي طيب احط في انبوبه نمره واحد الانتي هيومن انا عارفه الانتي هيومن ده انا محضره من قبل بحضر انتي انيمال انتي انيمال نوع معين انيمال 1 وانتي انيمال 2 اوكي تفتكروا يا اولاد انبوبه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه اللي هيحصل لها رينج فيرسبيتي لو بني ادم لو الدم ده بتاع بني ادم طبعا لازم بعد ربع ساعه تشوفي كده هل هتشوفي في اثنين وثلاثه قالك احلاتي بالله العظيم ده ده بني ادم قلت له ماشي بس تعالى نعمل كنترول عشان ناكد الكنترول ده بتاعنا ايه الكنترول بتاعنا انبوبه عارفه ومتاكده ان فيها انيمال بلاد الانبوبه اللي جنبها عارفه ومتاكده ان فيها هيومن بلاد صح صح الانبوبه اللي بعديها هحط حاجه اسمها صلاين الانبوبه الرابعه هحط الكلود هم دول الكنترول يبقى الحمر دول هم دول الكنترول خلاص انت خلاص اتفهمت الجزء ده ان الدم طلع هنا وخلاص ده دم بني ادم بس ما تحلفيش استني استني ما تشوفي الكنترول تقارني بالكنترول اقارن بيه ان انا اجي عند الانابيب الحمراء احط الانتي هيومن كل الانابيب الحمراء احط الانتي هيومن انتي هيومن انا بعمل كنترول يعني هعمل زي الانبوبه اللي هي بتاعتي انا دلوقتي شغال على الانبوبه دي حطيت انتي هيومن هنا حطي انتي هيومن في كل صح تفتكري انهي انبوبه هلاقي فيها رينج برنسبل هيومن اللي هي الانبوبه دي مش كده فانا بقى لما يجي حد يقول لي اقول لهم شفت يا اولاد ده هيومن خلاص فيقول لي يا شيخه بس الهيومن ما بيبقاش كده اقول له ليه ما بيبقاش كده بص اهو ده كل كده اصل الانيمال قلت له انيمال اهو الانيمال ما حصلش فيه اي حاجه ما بتكلمش عن الانيمال ففي واحد تاني هيك هيقول لي ايه بقول لك ايه انت ما قعدتي في الصلاين طب ايه رايك بقى ان الصلاين في حاجات بتتغير وهي بتعمل كريستال يعني ايه يعني ليه الكريستال ده عشان الصلاين قال لي اه قلت له حلو بص انا جايبه لك صلاين نظيف وحطيت عليه الاكشن اللي هو ما عملش حاجه يعني جايبه لك صلاين من العلبه اللي انا استخدمتها من الازازه اللي انا استخدمتها فما تقوليش الصلاين في حاجه الصلاين اهو بريء ففي واحد رابع قال لي بقول لك ايه انت البقعه جايباها منين من الكم بتاعك طب ايه رايك بقى لا ده القماش ده فيه نايلون بنسبه كذا والنايلون بيطلعوه بيجمنت كذا دخل لي اللبس ان هو سبب البريتابل فرحت انا اخدح جزء من اللبس جزء من اللبس نظيف يعني انا البقعه مثلا عندي هنا انا خدت حته من اللبس من بعيد انا ستيد كلوزت ورحت جايبه الكلوزت عشان اتفكر ان الكلوزت بريئه الكلوزت ما بتعملش بريسبتيت مع الانتي بودي يبقى معنى كده اقسم بالله العظيم ان البريسبتيت ده عشان ده انتيجين اوف هيومن فهمت يا ولاد الكنترول مش شغال ازاي كلمه صلاين مكتوب عندك في الكتاب اكستراكتور اكستراكتور لان انا بالليل خرجت الانتيجين بالصلاين فاهمين يا ولاد الاكستراكتور اللي هو اللي خرج البقعه من اللبس اللي قعدتيها في الصلاين وخرجت فعشان كده كتبت بدل الصلاين كتبت اكستراكتور ففي حد عايز يعيدها البروسيجر في حد مش فاهمها حد عايز يعيدها عيد لا يبقى في لخبطه طبعا اه يبقى هو اساسا مش اه في تسلسل اه في تسلسل اكبر منك لكن يبقى ده مش بني ادم ما اقدرش احلف بقى لو لا بس البريسيشن عندنا على فكره من الحاجات اللي هي 90% اكل ما انا بعشان كده بقول لك ممكن يبقى في لخبطه في شغلك ولكن عم تتاكد في تاكد تاني اه البروتين ده بني ادم بني ادم حسيه طيب انا عارفه البروتين ان انا حقنان انا حقنه بروتين ان انا مش قنون لا بروتينات فات بني ادم ولا حيوان لا لا حيوان مين ما هو ما يبالوش مش سبيسيفيك لبروتينات معينه لا اي بروتين يطلع اي بروتين يطلع نفس الانتي بودي
مش بيطلع انتي بادي لبروتين معين غير بقى لو انا حامل الكتروفوريسز والحاجات دي دي اللي ممكن تطلع فانا هقول كم حبه تطلع بروتينات معينه كان احنا ما بنعملهاش لا 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 في فانس كتيره بس هو التاست ده ما بيطلعلكش الجنرال بروتين لكن انت لو عايز سبيسيفيك بروتين لازم بقى الالكتروفوريس الشبكه بقى كده تعمل لكن انا النهائي انا مش عايز اعرف بروتينات ايه انا عايز اعرف ده بني ادم ولا حيوان طب نخلي معلش الاسئله في الاخر ولا اوكي يا ولاد كده ايه التاست خلاص بريسابيتال اللي هو ده خلاص عرفت انه بني ادم تعالي بقى قولي لي ده بني ادم ايه سيرتن بيرسون يعني نوع البني ادم ده مين انتي ولا انا ولا عشان نطلع بقى الاسئله يبقى بيلونج تو سيرتن بيرسون ازاي بيلونج تو سيرتن بيرسون طبعا بالبلاد جروبنج بقى عشان اقول لك انتي بلاد جروبنج او الدي ان ايه طبعا الدي ان ايه هي الكلام الاكيد والكلام الاخير هو ده الايه جود بوزيتيف يس اور نو ايدنتيفيكيشن يا يا لا مكتوب مؤقتا كده ان الدي ان ايه بيتعمل بطريقتين البي سي ار بوليمريز تشين رياكشن او ريستريكشن فراجمنت لاند بوليمورفيزم دول ميثودز ميثودز بتعمل الدي ان ايه سايتنج بالبي سي ار ده بيبقى فيه امبليفيكيشن يمكن احطوها في البايو كام سنه يعني ايه الحته في المايكرو انا البي سي ار اللي تحس دي ان ايه بتعمل لها امبليفيكيشن كده وتطلعيها الثانيه ريستريكشن فراجمنت لاند بوليمورفيزم ده مش بقى بيبقى اشياء امبليفيكيشن نو امبليفيكيشن يعني دي طريقه ودي طريقه حسب كميه الدي ان ايه ليها طرق يعني حسب الحاله ايه والجريمه ايه والكلام ده باختصار كده انا مش عارفه انزل لكم الدي ان ايه بالتفصيل في الكتاب ولا لا بس لغايه دلوقتي ما هو كان المفروض ينزل في البلوج لا في البلوج ما نزلش والايدنتيفيكيشن ما نزلش فما اعتقدش ان هو هينزله بالتفصيل ولكن للفكره كده عشان تبقي انت متخيله ايه موضوع الدي ان ايه كلمه لانس بوليمورفيزم ان اللانس متعاده كتير بمعنى ايه انتوا فاكرين التشين بتاعه اللي هي الادينين قدامها تايمين فالتايمين قدامها جوانين فاكرين يا اولاد حاجات دي للتشين خلاص صح انا دلوقتي مثلا اي سي جي تي بعدين اي سي جي تي الاربعه دول اي سي جي تي اي سي جي تي متكررين عندي 3450 انتي 3451 انتي 3452 يبقى السيكونس هو اللي بيحدد لي ده ده منين متكررين كام مره فدي اللي بيقول لك عليها لانس بوليمورفيزم الطول مش اللانس وبس السيكونس بمعنى ايه ممكن يبقى زي بعض بالظبط يعني زي بعض بالظبط ايه بصي كده مثلا زي بعض بالظبط المصدر يقول زي بعض بس في اختلاف اختلاف ايه ان هنا جي قبل السي امال انت عندك السي قبل الجي سيكونس يعني انا متكرره عندي الحته دي 3450 ودي 3450 بس الفرق ان السي بعد قبل الجي انا جي قبل السي فدي اسمها سيكونس زي بالظبط كده انت الاول واحده يعني في الشغل الاول لا دول زي بعض لكن فعلا ما بيبقوش زي بعض زي مثلا كلمه انالايز احيانا اكتبها انالايز لاول واحده تكون دول تيبيكال فاي هتلاقي فيه اس وزد فاحنا عندنا كده عشان افرق ده دي ان ايه بتاع مين يا بشتغل على اللانس على الطول انت دورك قد ايه دور التكرار يا اما بشتغل على السيكونس الحروف اللي هي المتغيره دي الفكره البساطه يعني حته الدي ان ايه دي خلاص وتحدد يس او نو ايدنتيفيكيشن ده ده من فلان كتير من فلان ده خلاص ما فيهاش كلام ها تحدد الاطفال ده ابني الراجل ده ها يعني انت ديسبيوتد باثولوجي دي ما فيهاش كلام الناس اللي بتقعد تشكك اصل في نسبه 1% ده مش هتشوفهم يهبلوا انهم يقول لك ده اصل احتمال يطلع عن شكلك لو ابنك هتعادل في الدي ان ايه فده طبعا هم عاوزين يدخلوا دلوقتي القوانين يقول لك ان يعني مش غصب عن عين الولد اللي يعمل دي ان ايه لو قال لا خلاص لا هم عايزين يدخلوا القوانين لا لازم يبقى غصب عن عينه اللي يعمل دي ان ايه يعني هيومن رايت بيقول لك لا انا المفروض يقول اه ولا لا لا مش اه ولا لا دي ده حقوق تمام دي بالنسبه للدي ان ايه باختصار لغايه ما نبقى نتكلم على الفتح والاوفنس طب تعالى بقى البلاد جروبينج البلاد جروبينج اقل اهميه ولكن ما ننكرش ان لها
الدي ان ايه برضو الى حد ما ان التقنيه في كل قضيه غاليه, فالبلاد جروبينج بتيجي مكانها. البلاد جروبينج بقى هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الار بي سي, هنتكلم على الوايت بلاد سيل, هنتكلم عن السيرم اللي بتدوري حاجات معينه. طب تعالي نتكلم على الوايت بلاد سيل. هتدوري على الهيومن ليوكوسايت انتيجين. على الليوكوسايت بيبقى فيها انتيجين, تمام؟ هيومن ليوكوسايت سيستم, يبقى على الليوكوسايت فيها انتيجين بتحدد الشخص الفلاني. ايه بقى دي؟ A و B و C و D, وعندك دكتور وعندك دي كيو. دي انواع الانتيجين اللي ممكن تلاقيها في الوايت بلاد سيلز. يعني ايه؟ بمعنى انا بلاد جروب A وانت O وانت B, خلاص؟ دي لسه هنتكلم فيها الار بي سي اللي انت عارفاها. الناس متقسمه برضه ليوكوسايت. عندك انت عندك انتيجين A بس انا عندي انتيجين دي ار, امال انت عندك انتيجين دي كيو. فمعنى كده ان كل واحد ليه انتيجين في الوايت بلاد سيل. دي بتفيد منك الايدنتيفيكيشن. بمعنى ايه؟ انا قلت لك ان احنا بلاد جروب ايه؟ قال لك خلاص اقلبي على الوايت بلاد سيل هتلاقوني انا بي وتالر دي ار. يبقى معنى كده ان احنا اكيد هنختلف في حته هنقع فيها, مش احنا هنبقى زي بعض على طول. ما احنا الاثنين صف, هم قالوا لنا ان شاء الله هم دول الاثنين المتهمين, اشتغلي عليهم. فانا ابتدي امسك الدم اشوف بلاد جروب ايه, اتبعنا زي بعض, انقل على خطوه ثانيه اشوف طب الوايت بلاد سيلز كانت اختلفت. فاهمين يا جماعه؟ طب دي بالنسبه لليوكوسايت. بالنسبه للسيرم بدور على ايه؟ بروتينات. سيرم بروتين بولي مورفيزم. سيرم بروتين بولي مورفيزم. ايه انواع البروتين؟ بلاش بقى تذاكر كل الكلام المكتوب, هو مجرد انواع البروتين بندور عليها. هبتو جلوبين, بندور على اللايبو بروتين, بندور على بروتينات اسمها جي سي وجي ام. بس بلاش بقى النبغي كتير, هما اربعة بروتين مشهورين. هبتو جلوبين, لايبو بروتين, جي سي, جي ام. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هبتو جلوبين 1-1, ثاني هابتو جلوبين 1-2. احنا عندنا كل واحد ليه هابتو جلوبين سبيسيفيك. مصطفى هابتو جلوبين 1-3, يبقى كل واحد ليه شكل معين في البروتينات. نفس الكلام اللايبو بروتين الجي ام اللي هي اليوروجلوبين, يعني اللي فيها جي ام 1 جي ام ال جي ام, بيها حروف خلاص. برضه جي سي دي نوع برضه من البروتين. اوكي, دي مجرد تعرفي بس اسامي. اوكي, ادخلي بقى على الكلام المهم. طبعا الار بي سيز اهمهم على الكلوك. طب الار بي سيز عندك يا اما انتيجين, اتكلمي على الانتيجين. اوكي, يا اما عندك هنتكلم على الهيموجلوبين. يبقى كده الوايت بلاد سيلز خلاص, السيرم بروتينات برضه خلاص. احنا دلوقتي بقى بنتكلم على الار بي سيز اللي هي المشهوره. يا اما بتكلم على انتيجين. الانتيجين اللي هي المشهوره بقى, ايه الانتيجين المشهوره؟ اللي هي الاي بي او سيستم, الار اتش سيستم, الام ان سيستم. دول اشهر ثلاثه سيستم, هم دول انتيجين موجودين على الار بي سي. خلاص, ايه ده بقى؟ واما الهيموجلوبين يا اما الانزيم. في انزيم برضه على الار بي سي. بمعنى ايه؟ الاي بي او سيستم ان زي ما انا قلت لك احنا بنلعب كلنا في ايه؟ في اربع انواع, يا ايه يا بي يا اي بي يا او. خلاص كده, فعشان كده العمليه بتاعت الاي بي او الجود نيجاتيف ان ما دي برضه مش حلوه. ان انا اقول مثلا حتى في الديسبيوت الباترنتي ان انا اجي, يعني كمان حابه هقولها, ما اقدرش اكد, ما اقدرش اكد اقول والله العظيم لان في مليون الف واحد بلاد جروب ايه زيك. تمام, فعلاً بلاش الاي دي او, ما تلجئي للار اتش. الار اتش متقسمين للنيجاتيف والبوزيتيف, فبرضه انا بستخدم الار اتش. يا ترى انا وتامر إيه؟ خلاص احنا بقينا ايه زي بعض. طب لما نشوف الار اتش هو جاي يطلع بوزيتيف وانا نيجاتيف, يطلع بوزيتيف وانا بوزيتيف, بس مثلا هو بوزيتيف وهو زايدت انا بوزيتيف يصيروا زايدت. خلاص, قال لك ما ينفعش الجاي على الام ان, جاي ما تكونش ماشي على الام ان سيستم. ايه الام ان سيستم؟ الناس كلها بتلعب في ثلاث انواع, ان وان وان ان. يعني ايه؟ 25% من المجتمع بلاد جروب ان. طب وال 25% التانيين؟ ان.
50% ام ام. يعني انا لو اخدت زي الاي بي او بالظبط انتجن على الارض دي. يعني انا لو اخدت جمع اقول لك انت بلاد جروب ايه، انت عارف المعلومه دي عشان تعلمتها. لكن انا ممكن اقول لك انت بلاد جروب ايه الار اتش بتاعت البوزيتيف في الام ان سيستم انت ام، امال اخوك يكون اخذ ام ان. يعني حسب ال زي الاي بي او الاب والام والام. بس خلي بالك هنا الام والام ار دوميننت، يعني مفيش ريسبتور. انتوا عارفين الاي بي او كان الاو ريسبتور، لكن الام ان لا. يعني بمعنى لو الاب ام والام ام غصب عن كل العيال لازم تطلع ام. لو الام ان والاب ان كل العيال لازم تطلع ان، مفيش حد مستخبي لان هي الجينوتايب بتاعتها ان ان، الجينوتايب بتاعتها ان ان لانهم دوميننت، مفيش حد دوميننت على الثاني خلاص. لكن لو ان ان خلاص هيبقوا ظاهرين جنب بعض ان ان. فعشان كده دي نوع من بلاند جروب. طب دول الثلاثه سيستم الكبار. في سيستم ثانيه لازم تعرفيها ولازم تعرفي اساميها. اربعه وخمسه حاجه اسمها لويس، حاجه اسمها لوترن، سته حاجه اسمها كال، سبع حاجه اسمها كيد. يبقى كال وكيد ولويس ولوترن سيستم كلها انتجن على دمك على الابتيز. يعني 8 و9 حاجه اسمها اس فاكتور وحاجه اسمها بي فاكتور. البيك فاكتور جاي من خنزير، اس فاكتور وبيك فاكتور. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا اتكلم عن نفسي، انا بلاد جروب ايه في الار اتش بوزيتيف، في الام ان انا ام، طب في اللويس انا لويس ايه؟ انت ممكن تبقى لويس بي، عندنا بالاي والبي والسي كل واحد ليه. فانا عشان كده انا بقول انا وتامر قاعدين بنشارك في كل حاجه، اكيد هقع في الكيب، هقع في اللوترن، هقع في هنختار مع بعض في حاجه. فالبلاد جروب برضه عندنا مهمه خلاص، بس انك تعملي كل السيستم كل الانتيجين. فهو عباره عن انتيجين على الار بي سي. طب الهيموجلوبين قال لك برضه في انواع هيموجلوبين، لويس لوترن كال وكيب F to B، حاجة اسمها S factor، S factor وال B factor، لويس لوترن كال وكي F و B. في حاجة مكتوبة عندك اسمها دافي، دافي اللون نعم دافي مكتوبة F Y. الهيموجلوبين بيقول لك في انواع الهيموجلوبين انتوا عارفينها بقى، الافضل هيموجلوبين، الفيتا هيموجلوبين، انواع الهيموجلوبين يعني ما بتستخدمهاش دي. انواع الهيموجلوبين ادلت او فيتال او في حاجه اسمها سي هيموجلوبين. طب بالنسبه للانزيمز بقى ما تحفظليش برضه الانزيمز كلها، احفظ الجي 6 بي دي عشان مشهوره مش كده، انتوا عارفين الجي 6 بي دي مش كده. فانت احفظيها دي واحفظي بقى فاجم وبجد، بس هما كفايه عليهم دول. فوسفو جلوكوميوتين، الثانيه فوسفو جلوكونيت دي هيدروجينيت، يبقى حطي كفايه ثلاثه. ايه عايزه انزيم؟ يعني ايه مثلا واحد دي جي ام 2، واحد دي جي ام 1، واحد دي جي ام 3 كده. دي ايزو انزيم بتبقى موجوده على الار بي سي، كل واحد دي ايزو انزيم مختلف عن الثاني. الالكتروفوريز بيطلع يبقى جي 6 بي دي والفوسفو جلوكوميوتاز والفوسفو جلوكوميت دي هيدروجين. في انزيم طبعا كتير بس كفايه عليك كده. طيب اخر حاجه بقى، ده سؤال طبعا ريتن برضه فيري امبورتنت ميديكال ليجال امبورتنت اوف بلاد جروبينج. قولي لي ايه اهميه طبيه شرعيه انك تعملي بلاد جروبينج؟ اكتر تبقى من كلامي كده فعلا الديسبيوتد باترن. يبقى ميديكال ليجال امبورتنت اوف بلاد جروبينج، اول حاجه ايدنتيفيكيشن، ثاني حاجه ديسبيوتد باترنت، ثالث حاجه انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن اللي هو هيموليتد بلاد ترانسفيوجن ريأكشن. هما دول الثلاث حاجات الاساسيين ميديكال ليجال امبورتنت بتاع بلاد جروب. تعالي الايدنتيفيكيشن. ايدنتيفيكيشن قال لك في الاحوال المدنيه اسمها سيفل كيسز والاحوال الكريمنال في الجرائم. يعني السيفل كيسز بتسجني في ايه؟ اول حاجه بيرسونال ايدنتيفيكيشن او بيرسونال ايدنتيتي كود. يعني ايه؟ كان ايام زمان اللي هي البطاقه القديمه عايزين نرجعها تاني.
يعني حتى تكلمني يبقى مكتوب عندي بلاد جروب او بلاد جروب اي في بطاقه الشخصيه. ودي حاجه فعلا كويسه نقطه. اه طبعا دي بقى اي كلام يعني بالواسطه، بس هما بيقولوا عاوز جين ليه اللي تيجي الايمرجنسي بدل ما عاوزين اعملها كروس ماتش ده طبعا على طول بتاعتك واشتغل على طول. هما بيقولوا بس بلاش حته قطعنا اي كلام دي، هي كانت بتبقى مضروبه دي. وبعدين يدخلوا البايومتركس اللي هي بصمه عينك وبصمه اللي زي في بنوك كده تدخلي بصمه العين عشان تدخلي ولا ما تدخليش. اه عشان مثلا انت تاخدوها بس عايزه ميزانيه جامده، فبالظبط تخليها قاعده في انستجرام زانيه فدي دخلوها كانت حاجه حلوه قوي. وبصمه رجلك والسناخر الشوش فزيت المعادن النوويه والحاجات دي لازم يبقى بصمه رجلك وعينك والايرس والراتنا عشان تعرف تقول يعني انت نعرفك ولا ما نعرفكش. الكمبيوتر اتعرف عليك يبقى انت تبعنا، ما اتعرفش عليك هدخل. في المقاطع personal identity card اللي هي البطاقة الشخصية. تاني حاجة pre marriage لازم طبعا قبل الجواز لازم تعرف انت RH الست اللي هتتجوزها من النظام بقى اللي هي بتاعت ال RH negative وهتتجوز RH positive وهتجيب عيل اريثروبلاستوزيس في ثالث لازم تبقى عارف ال pre marriage دي حاجة مهمة جدا مش كده؟ نمرة ثلاثة ال blood transfusion اتفقنا مهم ليه؟ عشان ال blood transfusion وال emergency ابقى انا عارفة على طول انا blood ايه؟ على طول يدوني ايه في الحالات ال emergency. ده السبب الكريمنال كيسز بتبقى مشهوره قوي انك تجيبي من السيمن تجيبي من الصلايبة تجيبي من البلاد. بمعنى انا بلاد جروبنج مش لازم انا عايزه دم، لا انا ممكن اجيب بلاد جروبنج من السيمن، ممكن اجيب بلاد جروبنج من الصلايبة تمام، بس شرط انه يبقى سكريتور. يعني ايه سكريتور؟ يكون بينزل الانتجن في السكريشن بتاعه. ما تتضايقش 85% من البوبيليشن بينزلوا الانتجن في السكريشن 5%. طب وال 15 لقيناهم تيست تاني برضه بنعرف ان طبعا انش. يعني في الاخر احنا مش عايزين دمه كفايه السين بتاعه واقول له بلاد جروب ايه؟ ها؟ الصلايبه، الصلايبه من السجلت اللي هي اقل السجاير تفلم مش هتشوفي بواقي الصلايبه اللي عليه. يبقى معنى كده البلاد جروبينج مهم في الايدنتيفيكيشن خلاص؟ بلاد جروبينج مش بلاد لا جروبينج انما طلع جروبينج خلاص؟ طب الديستيوت باترنتي مهمة في ايه؟ مهمة طب معلش نخليها في الاخر بس عشان الولاد عايزين يمشي. انا قاعدة بعد كده الديسبيريت باترنتي ايه الاحوال الكونديشن اللي بتتسأل فيها الديسبيريت باترنتي يعني انكار الابوة ها؟ ان الفاطر ريفيو ذا باترنتي اوف ذا تشايلد وده مش ابني بيبقى او باحوال ثانية. اول حاجة دايما اقول ايه؟ غلطة المستشفى، غلطة المستشفى انها عملت ميكسينج في الماترنتي هوستل اللي هي مستشفى الجلاء ومستشفى الولاده يحصل لخبطه بين العيال، فكل اسره تبتدي تتخانق، لا ده العيل ده بتاعي، لا ده العيل ده بتاعي، فيبقى معنى كده لازم تعمل لهم بلاد جروبنج مدين ايه عشان تعرفي ده ابن مين؟ خلاص؟ طب نمره اثنين احيانا بيبقى غلطه الطفل، ايه غلطه الطفل ده؟ ان هو تاه لوست تشايلد يرجع لك بعد 10 20 سنه، رجع لك بعد 10 20 سنه، طب انا مش عارفني ان ده ابني. وانا اي واحد كده هاخده واسيبك بقى من قلب الام وانا حسيت بيه والكلام ده، لا قلب الام ولا قلب الاب لو ما بيحصلش كده. هي طبعا الام بتبقى فرحانه باي حاجه يلا اهو وجهي خلاص الاب لا يعني هو النهارده يتصور قدام الاخبار ورجوع الضال ورجوع الابن الضال ورجوع بعد 20 سنه ويجيبوه في البيت ده جميل، يجي لك ثاني يوم حللي لي الواد ده يا ابني ما انت كنت فرحان ده وانا مش ضمني تحلي ولادي، يبقى لازم يتحلل اعرف بتين ايه وبلاد جروب ده ايه وانا مش ابني. طب انما ثلاثه بتبقى غلطه الام طبعا بيبقى احيانا الليجل، فعشان كده بنقول الفاضل دينوي يقول لك ينكر يقول لك ده مش ابني، لو هي مثلا بروستيتيوت او كده يقول لك انا مش عارف انه ابني، لو هو مسافر وساب مراته سنتين ورجع لها مخلفه لا يبقى دي خلاص قاعدة المستشفى والطفل والام الفاضل، او يكون مثلا زي ما بيتخانقوا عيلتين بيتخانقوا على
اوكي طب الديسبيتال باترنز بيتعرف منين بقى؟ اتفقنا من الاي بي او، اتفقنا من ار اتش، من ان ان، من بقيه الحاجات، ولكن الكونفيرماتوري دي ان ايه؟ يعني ما ينفعش في الديسبيتال باترنز. انا جيت دلوقتي مثلا لقيت الام ام والاب يا سيدي ام والواد طلع ام، وانا لازم احلف بالله العظيم ان طلع ان ده ابنك؟ لا. يعني مثلا او مثلا نقول الاب ايه خلاص والولد طلع ايه، خلاص بدل انا ايه وابني طلع ايه يبقى ده ابني، لا احنا في مليون الف واحد ايه زي خلاص. ولكن لو هو طلع يعني هو جود نيجاتيف اند نوت جود بوزيتيف، ده ده ما فيهاش كلام بقى. يعني لو الاب مثلا او والام او والولد طلع ايه، لا جابها منين؟ فيبتدي بقى ايه منين؟ خلاص يبتدي بقى الار اتش برضه نفس الكلام، ال ان ان وبقيه الحاجات بتدي ان ايه هي على طول ايه بتحل المشكله، ايه ما كنا مشكله خلاص. اه بس ما تتمش، لا لازم بفلوس، لازم هو يجي ويعمل، هو لازم يجي ويدفع. Incompatible blood transfusion بقى اللي هي hemolytic blood transfusion reaction. Hemolytic blood transfusion reaction يشتكي من ايه؟ ال IV هيحصل دلوقتي destruction ال RBCs اللي بتنقلي دم غلط. ال IV هيحصل increase in temperature، ما دام increase in temperature هيبقى فيها معاها convulsion او rigor. هي ده ال clinical picture بتاعت hemolytic blood transfusion reaction. بتصير كتير قوي اما يكتر الدم جواك، هيحصل ايه؟ increase in temperature ورايبر او convulsion. في هيحصل لك شفت بين كأن عندك انجينا بالضبط، ديسنيا. ليه عندك ديسنيا؟ decrease the oxygen carrying capacity. انت دلوقتي ضربتي الدم، طب الدم هو اللي جاي للاكسجين، مش الدم اتكسر؟ يبقى كان عندك انجينا، مفيش دم بيوصل. طيب البي البيليروبين بيزيد جامد جدا عشان التكسير، يعني عندك جوندس مش كده؟ التي التوبيولز بتاعت الكيدني اوبستراكتد، اوبستراكتد بايه؟ هيموجلوبين. طيب يحصل لحد ما رينا فيل لاين بين، هيموجلوبينيميا اند هيموجلوبينوريا. خلاص تبص تلاقي كلهم نازل هيموجلوبين، تمام؟ يبقى دي الكلينيكال بيكتشر، انكريز ان تمبريتشر ورايجر، بتشوف الشات بين، بشوف بيليروبين عالي قوي يعني جامبس، بشوف ايه التوبيولز بتاعت الهيموجلوبينيميا اند هيموجلوبينوريا. طب ايه الانفستيجيشن اللي تعمليها؟ انت شفتي كلينيكال بيكتشر. اخر حاجه بقى ايه الانفستيجيشنز اللي انا اعملها؟ بعمل ادي العيان قدامي اهو، عايزين نثبت ان دي حاله ايه اخطاء منها، ما دي رقم كبير اللي اخد اخطاء منها. بتعملي ايه؟ بتاخدي عينه من فوق، بتاخدي عينه من تحت، بتاخدي عينه قبل، بتاخدي عينه بعد. هي دي الانفستيجيشن اللي انت بتعمليها. يعني ايه باخد عينه من فوق؟ يعني ايه باخد عينه من اكياس الدم اللي متعلقه فوقيه، اكياس الدم او البطن، باخد هنا عينه عشان اثبت ان هم معلقوا دم خالص هيروحوا الدم الكروس ماتشنج هنا. طب باخد عينه من تحتيه، من تحتيه يعني باخد يورين، باخد يورين عشان اثبت هيموجلوبينوريا. هيموجلوبين جه في اليورين ازاي؟ ادي ايه هيموجلوبينوريا. باخد عينه بعد الايه بوست ترانسفيوجن سامبل، ليه؟ عشان اثبت انا شايفه هيموليسيس اهو، شايفه اجريسيليشن اند هيموليسيس، يبقى باخد عينه من العيان ها بوست ترانسفيوجن سامبل. طب باخد عينه قبل بري ترانسفيوجن سامبل ازاي؟ ازاي اجيبه انا قبل؟ مش عارف ان كانت قضيه من المعمل. المعنى بيبقوا سايبين السامبل اللي هم اخدوها، بيبقوا سايبينها وعليها ليه؟ عشان اشوف عملوا كروس ماتشنج صح ولا لخبطوا مع الاوضه الثانيه؟ ما ممكن يبقى فيه لخبطه في المعمل، فادوني العينات. والمفروض هم ما يعملوش ديسبوزل للحاجات دي، يعني هم المعامل نفسها تبقى قلقانه، تقول لك في المستشفيات الحاجات دي بتبقى موجوده لوقت معين لغايه خروج ولغايه العمليه يعني تعدي. لكن افرض جم بقى نتهمهم بحاجه يقول لك خدي انا شغال كويس عامل كروس ماتشنج، البري ترانسفيوجن سامبل بتاعتي اهي. فعشان كده عشان تثبتي حاله هيموليتد بلاد ترانسفيوجن او انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. خلاص يا ولاد السبت الجاي بقى ان شاء الله الرحمن هسال في الثلاثه شهر فاير اون وان شاء الله تابيوز وده. لا السبت يبقى حضرتك بس تسعه؟ لا ما عنديش السبت يا